اروح بهذه الفكره الرائعه، هي فكره ان المدمن يمكن ان يتعالج ويمكن ان يبطل، وان الادمان ده جزء، دي حاله فيها الشخص مش هي اللي لخصت حياته كلها. اسمحيني اروح للدكتور ابراهيم واقول له دكتور ابراهيم، الاهل ازاي يتعاملوا بقى مع الافراد اللي هم بيعتمدوا زي ما تفضلت الدكتوره بيعتمدوا على المخدر؟ دكتور عمرو، عايز اكد مع سيادتك على حاجه، ان بالفعل الادمان او المصاب بهذا الموضوع هو مريض، وبالتالي احنا بنتعامل مع الشخص ده من باب ان ده مريض ومحتاج الرعايه ومحتاج التوجيه ومحتاج الارشاد ومحتاج ممكن يتحجز وممكن ليه، لان ده وده طبعا بترجع للمده اللي كان بيتعاطاها وللمخدر اللي كان بيتعاطاه. بس نرجع بقى للسؤال بتاع حضرتك ده، مهم جدا. إن انا في سؤال معلش من غير مقاطعه دكتور ابراهيم، معلش في سؤال بيستفزني شويه، اسمح لي يعني مش هقدر امسك نفسي. في كتير من الناس بيعتبروا ان الحشيش مش مخدر. ما هي دي من ضمن الافكار المغلوطه اللي احنا تحدثنا عنها في الجزء مع حضرتك، ان من ضمن الحاجات برضو والافكار المغلوطه ان يجي يقول لك الحشيش مش ادمان. لا، ده بس ده مجرد ان انا باخده كده وبرجع بيه، ولكن الحقيقه العلميه المتعلقه بيه ان الحشيش هو من الاصل من نبات القنب، وماده التي اتش سي اللي موجوده تترا هيدروكربينول ديت من صفات تلك الماده هي الاختزال في الجسم، وبالتالي الجسم بيعمل اعتماديه عليه طبعا، وبتظل في الجسم من 20 لحد 30 يوم، وبالتالي لما اجي اعمل تحاليل بتظهر لي. فالانسان بيعتقد في الوقت ده خلال الفتره ديت ده انا بقالي 20 يوم اهو ما باخدش، يبقى انا كده مش مريض او انا مش دخلت في الدايره. ولكن المشكله الاكبر ان الحشيش دلوقتي بقى مخلوط بمواد كيميائيه مستحدثه، ودي اللي عامله خطوره كبيره جدا زي اللي بنسمع عنها بقى طبعا الايام ديت، المواد التخليقيه واللي بدات ان هي تنتشر وتاخد. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور ابراهيم، المواد القديمه وانا عايز اقول لحضرتك يا دكتور ابراهيم، دايما في لما بنكون جالسين في مكافحه الادمان ومكافحه الاعتماديه على المخدرات، انا بقول لهم يا جماعه لازم يكون عندنا ابحاث تعقد الصله ما بين تعاطي الحشيش وخاصه بالخلط اللي فيه ديت وارتفاع نسب الاصابه بالسرطان والامراض اللي زي دي. انا عايز اقول لسيادتك ان في بالفعل مبادره قويه جدا قدمها صندوق مكافحه وعلاج الادمان داخل المناطق المطوره، وبداناها بروضه السيده ثم الاسمرات، ومتوجهين بعد كده الى بشار الخير في اسكندريه بالتعاون مع معهد الاورام، لان لقينا ان في ارتباط قوي جدا ما بين المرضى اللي بتروح معهد الاورام ما بين التدخين وتعاطي المواد المخدره. فابتدينا ان احنا نترجم الامر ده، لا لما تيجي ان الشراكه والتشبيك ده كان لازم يكون موجود، وابتدينا بالفعل نعمل ايفنتات كبيره لاهالينا اللي موجودين، تعالوا هنكشف عليكم ونطمن عليكم من الامراض السرطانيه، وفي نفس الوقت نبتدي ان احنا نشوف بقى الابعاد الاخرى المتعلقه في هذا الامر. بأكد مع سيادتك برضك احنا بالفعل كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعني السنة اللي فاتت تقدم لينا 140 ألف مريض. يا الله، 140 ألف مريض دول يا مولانا، عايز أقول لحضرتك ده المتقدمين، ده احنا ده احنا لسه مع تطبيق القانون الجديد لغاية دلوقتي ما رحناش ناخد حصيلة الناس اللي هيجوا بناء على تحليل التحليلات في المؤسسات. ده بس اللي جنة بقى جنة. يعني ال 140 ألف مريض دول منهم 15 ألف مريض تقدموا، 15 ألف مريض دول من موظفين من جهاز الدائرة للدولة. بعد تطبيق القانون على طول، طبعا القانون بيدي في الأول كان مدي مهلة ما يقرب من ست شهور. النهاردة الناس بقت عندها وعي، قال لك طب أنا أستنى ليه لما أدخل ويتم التحليل عليا وأترفد من شغلتي؟ طب ما أنا أتقدم للعلاج طواعية. كويس. وبالفعل تقدم لينا ما يقرب من 15 ألف موظف. الحقيقه ان احنا مش اسمح لنا نحيي الناس اللي بتعمل ده يا دكتور ابراهيم، اسمح لنا نحيي الناس اللي بتاخد مبادره ان هو يروح ويتعالج. ده شخص لابد ان هو يحترم ويقدر، لان هو قرر ان هو يكسر الدايره دي ويقرر. أيوة. ان لا، انا ساخرج من تحت السيطره وانا استطيع ان انا اتعالج واستطيع ان انا اتعافى. علشان كده من خلال برنامج حضرتك بنوه برضك واقول للناس احنا عندنا الصندوق مكافحه الادمان بالخط الساخن 16023 بنقدم العلاج بالمجان وبسريه تامه. احسنت يا دكتور.